مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتوا في كل مكان. حلقة جديدة من هنا ليبيا نبدأها كالعادة بأهم العناوين. دراسة في نسب تلوث المياه بشاطئ درنا. وقفة احتجاجية لموظفي الشركة العامة للمطاحن بالمرج. فضاء رياضي بالهواء الطلق. نظم مركز طبرق الطبي ندوة علمية حول مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، حيث تناولت الندوة عدة جوانب كالتعريف بمقاومة المضادات الحيوية وأسبابها وخطورتها، إضافة إلى التعريف بالإنزيمات البكتيرية المقاومة لمفعول المضادات الحيوية. متابعة معا. الحقيقة اليوم كانت ندوة مهمة والمشاركة كانت من جميع يعني أخصائي الطبية وأيضا الحرس البلدي وعامة الناس، فالهدف كان إيصال معلومة للجميع ووضع خطة يجب اتخاذها أن عشان مقاومة المضادات الحيوية، لأن شفنا الفترة اللي فاتت زادت نسبة مقاومة البكتيريا المضادات الحيوية، فكان لازم أن نتخذ الخطوة والحمد لله كانت اليوم ندوة ناجحة. الخطوة القادمة إن شاء الله زيادة عدد الندوات طباعة بعض المنشورات وزيادة حتى المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ إن شاء الله في وضع بروتوكول خاص للمستشفيات والعيادات بإذن الله يكون خاص بالمضادات الحيوية وطريقة استخدام وتوعية الناس أكثر والعناصر الطبية بالذات. الحق انتشار الفيروس كانت يعني خاصة عندنا في البلاد كان الوضع خطير جدا، فالتوعية جابت نتيجة والحق شفنا حتى نقص الحالات بزيادة التوعية، الناس استجابت الموضوع، فانا نشوف الموضوع يكون مقارب جدا للمضادات الحيويه، فبالتوعيه ان شاء الله باذن الله نوصل للهدف ان شاء الله. تشهد مدينه البريغه ازديادا في حالات الاصابه بفيروس كورونا، حيث ناشد المركز الطبي بالمدينه كافه المواطنين بضروره التوجه لاخذ التطعيم لمواجهه الموجه الخامسه. في الفترة الماضية أعلن المركز الوطني ظهور الموجة الخامسة في عموم ليبيا، كان ذلك نتيجة زيادة في عدد الحالات الموجبة التي يقوم المركز الوطني بإجراء تحليل عليها. كذلك أحب أن أنوه أيضا نحن في بلدية البريغة في جميع المناطق البريغة وضواحيها لوحظ ظهور حالات موجبة سجلت لدينا. هذه الموجة الخامسة التي أعلن عنها المركز الوطني سجلت في جميع البلديات وكذلك في بلدية البريغة ظهور لحالات، أيضا لدينا حالة موجودة في قسم العزل تتلقى العلاج. هذا الموضوع يثير الخوف وينبئ بضرورة رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي تم تقليصها في الفترة الماضية بعد انتهاء الموجة الرابعة. من ضمن هذه الإجراءات تقيد بالإجراءات الاحترازية التامة التي كانت مطبقة في بداية كورونا، إضافة إلى ضرورة أخذ أنصح المواطنين بضرورة التوجه إلى مراكزنا في بلدية البريغة لأخذ جرعات التطعيم المتوفرة. التطعيم أثبت جدارته وفعاليته أنه آمن، وكذلك في عملية الوقاية من المضاعفات الشديدة. طبعا نحن نشير إلى أن المواطنين الذين لديهم الأمراض المزمنة هم الأكثر خطورة، وكبار السن هم الأكثر خطورة في الإصابة، فذلك ننصحهم بضرورة أخذ التطعيمات الموجودة في مراكزنا، مراكز بلدية البريغة التابعة لإدارة الخدمات الصحية البريغة في جميع المراكز، تطعيمات متوفرة. على المواطنين التوجه وكذلك التقيد بالإجراءات الاحترازية الموجودة والمتبعة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض. قامت مجموعة من طالبات كلية العلوم قسم الحيوان بجامعة درنا بدراسة بحثية وعملية لمعرفة نسب تلوث مياه البحر. الدراسة جاءت لنيل متطلبات درجة البكالوريوس، حيث تم أخذ عينات من شاطئ درنا وعينة أخرى من منطقة الأثرون وتحليلها في المختبر. المزيد في هذا التقرير مع مراسلنا إبراهيم غضبان.
كثيرا ما نشاهد مياه الصرف الصحي داخل المدن تذهب مباشرة لمياه البحر، فهل تعتبر هذه الشواطئ ملوثة بشكل كبير؟ تقوم طالبات من كلية العلوم بجامعة درنا بدراسة نسبة تلوث مياه البحر بالمدينة ضمن مشروع بحثي لنيل درجة البكالوريوس. طبعا اليوم كان بحثنا عن مشروع التخرج، بحث عن عوامل تقينا تحت المياه أو الملوثات في البيئة. طبعا درنا الباحث متانا في خضينا عينتين من مدينة درنا ومن خارج درنا. مدينة درنا خضينا من جهة الكورنيش العينة المياه باش ندور تحليل إحصائي بين الجرثومي والميكروبي. اعتمدت الدراسة على موقعين لأخذ العينات، الأول بشاطئ مدينة درنا والثاني بمنطقة الأثرون غرب المدينة بحوالي 40 كيلومترا، والتي يسعى القائمون بهذا البحث باعتماد النتائج ومخاطبة المسؤولين للاهتمام بنظافة الشواطئ. على ضوء هذه النتائج سوف تكون تثمين لنتاج تعاون ما بين الجهات المؤسسات التعليمية المتمثلة في جامعة درنا. مخرجات هذا البحث أي توصيات هذا البحث سوف تقدم كتقرير إلى الجهات الحكومية، الجهات صانعة القرار، والتي سوف تكون مسؤولة عن تخفيف تأثير الملوثات الناتجة عن الصرف الصحي مباشرة من منازلنا إلى البحر. تم نقل العينات لمختبر خاص بالمدينة لتحليل المياه، حيث يقوم الخبير والمهندس الكيميائي عبد الباسط بهذا الأمر. طبعا لاحظنا من خلال التحليل المبدئية وجود أثر للملوثات عالي جدا في شواطئ درنا. اللي المقلق أيضا هو وجود البكتيريا الإشتريشيا كولاي اللي 26 مستعمرة. طبعا هذا إذا كان استمر الإهمال للمحطات الصرف الصحي مع تزايد السكان حيزيد كمية الصرف، والدال على ذلك وجود أثر للنشادر والنيتريت في والفوسفات احيانا في شواطئ درنا. الأثرون قد يكون شبه معدوم، ممكن النشادر اعطتنا مؤشر وحيد. المقلق فقط فيها هو النشادر والنيتريت والفوسفات، هذا طبعا مؤشر اولي على التلوث الجرثومي. وفعلا لما اتجهنا نحن للفحص الجرثومي في عينه مياه في شاطئ درنا هو وجود 26 مستعمره. طبعا 26 مستعمره هذه تعتبر مقلقه مع الوقت ومع تزايد السكان ومع تزايد الاهمال حيزيد التلوث هذه. التوصية التي ينصح بها الباحثون والخبراء هي صيانة محطات الصرف الصحي والكشف الدوري عن الملوثات في الشواطئ والمنتجعات، واهتمام الدولة بعدم ضخ مياه الصرف الصحي للبحر بشكل مباشر. إبراهيم غضبان، WTV، درنا. نظم الأولمبيات الخاص الليبي ببنغازي بطولة محلية لرياضي الأولمبيات من فئات ذوي متلازمة داون والإعاقات الذهنية في مجال القوة البدنية ولعبة البوتشي وتنس الطاولة والسباحة، وشارك في المسابقات 30 رياضياً من مختلف الألعاب، حيث نظمت الفعاليات بملعب الأولمبيات الخاص بالمدينة. مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد سعيد الورفلي، ولكن نأخذ فاصل قصير ونتابع معكم حلقة هنا ليبيا. أما الآن مشاهدينا، ينضم معنا محمد سعيد الورفلي رئيس الأولمبيات الخاص الليبي ببنغازي. مرحبا بك سيد محمد، يا ريت بداية تحدثنا عن هذه البطولة وكيف تم تنظيمها. طبعا أولا تحية لك ولقناة وفاة WTV ولأسرة البرنامج. طبعا ضمن برامج الأولمبيات الخاصة الليبي هي قامت مسابقات رياضية
لأبنائنا الرياضيين من أصحاب الهمم. هذه البطولة تأتي في إطار الاستعداد للبطولة الوطنية للتصفيات التي ستقام في طرابلس بإذن الله تعالى في منتصف شهر أغسطس المؤهلة للألعاب العالمية التي ستكون بإذن الله تعالى باستضافة دولة ألمانيا واللي تقام كل سنتين. هذه البطولة شارك فيها مجموعة من الرياضيين من أصحاب الهمم. اليوم الآن استكمال البطولات السابقة اللي هي لعبة البوتشي والسباحة والقوة البدنية. اليوم متواجدين في مطمار المدينة الرياضية في بنغازي لاستكمال مسابقات ألعاب القوى المختلفة ورمي الزلة اللي شارك فيها الآن تقريبا 70 رياضي ورياضية ورياضيين للأولمبياد الخاص الليبي. أيضا أقيمت على الهامش بعض الأنشطة الترويحية والترفيهية وبحضور عدد كبير من الناس اللي يتريدوا في مضمار المدينة الرياضية في بنغازي. الهدف هو إشراك هؤلاء الفتية والأطفال والشباب والفتيات في البرامج الرياضية اللي تعود عليهم بتقوية مناعتهم وأيضا قدراتهم البدنية وأيضا الاهتمام بهم وأيضا حتى ملء أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع في الجانب الرياضي اللي يعتبر جانب مهم وتقل مهوبهم كل حسب قدراته وإمكانياته في اللعبة اللي تتماشى مع إمكانياته وقدراته الذهنية. وهذا مكان باحتوائهم والأولمبياد الخاص الليبي هو مؤسسة رياضية تهتم برياضات الأشخاص من فئات ذوي متلازمة داون وثقلها وتأهيلهم. والهدف منا كيف ما قلنا إشراك هذه الشريحة لأن الأولمبياد هو مكان لممارسة أنشطاتهم الرياضية باعتبار أن بعض الأندية ما يكونش لهم مكان بين الرياضيين العاديين لكن يظل الأولمبياد هو المؤسسة الرياضية اللي تحتويهم وتهتم بهم في الإعداد البدني وأيضا تأهيلهم كل محدد الموهبة الرياضية واللعبة الرياضية اللي ينتمي إليها. حقيقة شكر دائما لقناتكم الموقرة اللي دائما هي مواكبة ومتابعة ومبرزة لمثل هذه الأنشطة اللي تختص بهذه الشريحة. حقيقة صدى الناس دائما إيجابي بعد مشاهده نعم هذه الأخبار اللي تخص هذه الشريحة. السيد محمد لك جزيل الشكر، ولكن خليني نسألك كيف كان مستوى المشاركات وكم استغرقت يوم تحديدا؟ نعم بالنسبة للمسابقات بعض الألعاب استمرت لمدة يومين، التنس الطاولة ولعبة البوتشي والقوة البدنية والسباحة. اليوم في ألعاب القوة ألعاب القوة في مضمار المدينة الرياضية استمرت يوم كامل. يعني الآن منذ قليل اختتمت هذه الألعاب الخاصة بلعبة الجلة ورمي القرص وأيضا ألعاب القوة المختلفة اللي شارك فيها عدد كبير من هؤلاء الأطفال والفتية. وإن شاء الله تكون قناتكم تبرز هذا الحدث مناسب اليوم في أخبار هنا ليبيا بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. وكان بالتأكيد إيجابي صداه سواء كان لأبنائنا من أصحاب الهمم أو حتى لآبائهم ومعلميهم ومدربيهم على حد سواء. كل سعيد بما وصل إليه هؤلاء الرياضيين من إمكانيات وقدرات تضاهي رياضيين في الألعاب الرياضية من الأندية الأخرى غير الأولمبياد الخاص الليبي. وهذا من أسبوعين أن هؤلاء يكونوا بين داخل هذا المجتمع لممارسة حياتهم الطبيعية وهواياتهم مختلفة أسوة بأقران من أبناء الوطن سواء كان في مراحل الطفولة أو مرحلة الشباب. يكونوا جزء من هذا المجتمع حتى يكونوا مندمجين بشكل كامل والآخرين يتقبلوا هؤلاء ضمن مكونات الأندية الرياضية المختلفة بإذن الله تعالى في المستقبل مع وجودهم كيف اليوم في مع عدد كبير من الرياضيين اللي يمارسوا في الأنشطة الرياضية في مضمار المدينة الرياضية. وهذا ما نقول أن يكون هناك اندماج كامل وتقبل كامل لأبنائنا ضمن منظومة المجتمع المختلف. نعم سيد محمد، أخيرا ما هي نشاطاتكم القادمة ومتى موعدها؟ بالنسبة لنشاطاتنا القادمة نستعد وكما ذكرنا أن الألعاب الوطنية ستكون في طرابلس في مدة شهر أغسطس بإذن الله تعالى، ونستعد للألعاب العالمية اللي حتكون في ألمانيا بداية 2023. وأيضا نستعد لمشاركة بإذن الله تعالى باستضافة جمهورية مصر العربية لإبراز إبداعات أبناء الوطن العربي. ليبيا حتكون مشاركة ضمن هذه الكوكبة بإذن الله تعالى. يستعدوا أبنائنا للمشاركة في هذه الأنشطة اللي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال منتصف
شهر سبتمبر القادم باذن الله تعالى، وهذا ما نسبه ان نتبادل الخبرات مع الاقطار العربيه وايضا الاجنبيه في مجال الاهتمام بالتاهيل والتعليم لابنائنا من ذوي او من اصحاب الحكم. نعم. سيد محمد سعيد الأورفلي رئيس الأولمبياد الخاص الليبي بنغازي، لك جزيل الشكر. نفذ موظفو شركة مطاحن الوطنية بنغازي وقفة احتجاجية من أمام مطحن غلال المرج، احتجاجا على الأوضاع التي وصلت إليها الشركة من قلة مرتبات وعدم تسديد الديون من الدولة ومن الإهمال الكبير من المسؤولين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد معالي فخامة رئيس مجلس النواب، السيد معالي رئيس مجلس الوزراء، السيد معالي وزير الصناعة والمعادن، بعد التحية والسلام، نحن العاملين بشركة المطاحن الوطنية بنغازي، وهي إحدى الشركات العامة الأساسية في توفير مددي الدقيق والأعلاف، وهي داعم أساسي للأمن الغذائي القومي للدولة. نقف اليوم الأحد الموافق 31/7/2022 احتجاجا على سوء الأوضاع التي وصلت إليها الشركة، مما ترتب عليه ضياع حقوقنا وعدم صرف مرتبات العاملين بالشركة منذ شهر فبراير 2022، حيث أننا نطالب الجهات المختصة بالآتي: 1. ضرورة تسديد مستحقات الشركة لدى الدولة والتي قيمتها 123,800,000 دينار ليبي تقريبا، وبياناتها كالآتي: 1000 مبلغ 48,500,000 دينار لدى صندوق موازنة الأسعار مقابل توريد سلع الدقيق منذ عام 2016. ب مبلغ 2,100,000 دينار لدى وزارة الزراعة مقابل مديونية سابقة أعلاف مدعومة. ج 23,700,000 لدى وزارة المالية مقابل مديونية سابقة، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 49,500,000 دينار مقابل الأضرار التي لحقت تعرضت لها الوحدات الإنتاجية في كل من بنغازي ودرنا. دال إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة من ذوي الخبرة والكفاءة للدولة، حيث لم تنعقد منذ العام 2016، لتصحيح أوضاع الشركة والمتمثلة في النقاط الآتية: تمديد عمر الشركة، زيادة رأس مال الشركة، إعادة تشكيل مجلس الإدارة على أن يكون من ذوي الكفاءة من كوادر الشركة. الله أكبر. الله أكبر. ها عدم المساس بالنظام الأساسي للشركة تغييرا أو تعديلا. كما شارك في هذه الوقفة جميع الموظفين والوحدات الإنتاجية التابعة لكل من مطحن غلال بنغازي والمرج والأبيار وطبرق، حيث رفعت شعارات من قبل المحتجين للمطالبة بحقوقهم وإسقاط إدارة الشركة. وقفة احتجاجية اليوم، أغلبية المنتجين مصنع الأبيار من مصنع بنغازي، من طبرق، من البيضة، من المرج، كافة شرائح المنتجين، وقفة احتجاجية نخاطب فيها المسؤولين ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب بحال حالة العراقيل الخاصة بشركة المطاحن. شركة المطاحن يتصف فيها أنها شركة متعثرة، وهي مش شركة متعثرة. نحن نبو من الدولة قيمة 123 مليون، يعني ولو جابوا لنا جزء بسيط نحن حنحلوا مشكله المواطن. رصيد الشركه استهلكوه كله في المرتبات، خلاص انتهى رصيد الشركه وقعد الناس في المرتبات، يعني ما فيش اي خطه بلانينج يندار الفتره التشغيليه ولا شيء. عندهم فلوس حطوهم في المرتبات. نحن نعاني 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 لنا 5 شهور بدون مرتبات، والمجلس نحن أول شيء مطلبنا تغيير المجلس، لأن المجلس ما دار شيء ولا تحرك شيء. يكذبوا علينا يقولوا جيات كذبوا علينا المدة الأولى، قالوا في 4 شهور قاعد المنتج عايش على أمل، قاعد يسلف من هنا ومن هنا ومن هنا، وبعدين رخوا به الحبل. ولما مشينا البنغازي ودرنا احتسام انقسمت في متخاذلين، وقفوا مع المجلس الإدارة، وفي جماعة وقفوا معنا الحق،
في جماعة ما خافوش وفي اللي خاف، ونحن نطالب أول 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 شيء بتغيير المجلس. ونحن أيام المطحن يشتغل في فترة لما جانا قمح بعنا القنطار ب 100 جنيه وصلنا عند الزيتين، والقنطار ب 100 جنيه وصلنا ل10 فرايد وخبزة في المرج، أنا ال10 بجنيه وتو الثلاثة بجنيه. جيبوا قمح وشغلوا المطحن وغيروا الإدارة، لما تغير الإدارة يشتغل كل شيء. الإدارة متمسكة في القطاع الخاص أكثر من العام. والديون اللي يبون من الحكومة هذا شيء مؤسف 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 جدا يعني. واقفين اليوم وقفة احتجاجية بمطحن غلال المرج على مستوى الشركة العامة للمطاحن والأعلاف، نطالبوا فيها يعني بمرتباتنا، تشكيل لجنة عمومية، وبالديون اللي على الشركة، ووضعنا تم مزري يعني لنا 5 شهور أو 6 شهور بدون مرتبات، وإن شاء الله ربك يفرج على الشركة يعني. افتتح داخل باب الجديد بالمدينة القديمة فضاء رياضيا لكافة محبي الرياضة وممارسيها. هذا الفضاء سيتم دعمه وتزويده من قبل شركة مسار وشباب المنطقة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. افتتح باب الجديد داخل أروقة المدينة القديمة فضاء رياضي في الهواء الطلق. هذه المبادرة جاءت بإشراف مجموعة من الشباب وعلى رأسهم السيد أيمن الغرياني. برنامج الكروسفيت هي رياضة عالية الشدة جامعة مجموعة رياضات تانية. الكروسفيت تعتمد على الشدة العالية والسرعة في الأداء، من أحسن الرياضات اللي حاليا صاير عليها إقبال سواء هنا أو حتى البر. نحاول أن احنا نوصل صورة صحيحة في الكروسفيت لليبيا بما أنها رياضة جديدة، ونحاول أن يصير عليها إقبال من جميع فئات المجتمع، ما تكونش رياضة محصورة في الصالة بس. زي ما تشوفوا احنا هنا اليوم في منتزه خفيف نادي باب حر المدينة القديمة، حاولنا نحن نوصلوا جزء بسيط من الرياضة للناس. هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، بل سيتم دعمها من خلال شركة مسار وأيضا شباب المنطقة، وذلك من خلال تخصيص هذا المكان وتجهيزه بكامل المعدات والألعاب الرياضية. إضافة إلى ذلك ستكون هذه المشاركة بطريقة مجانية دون دفع أي رسوم. ونشاطنا اليوم هذا الرياضي كانت دعم من جهاز مدينة قديمة والشباب مدينة قديمة نفسهم، هم الله يبارك فيهم الحق قائمين بالجو هذا والأجواء الرياضية، وشركة المسار مش كراها حتى هي قامت دعم لهذا الشو، والحمد لله والباقي إن شاء الله والباقي أفضل. مثل هذه المبادرات تساهم في إعطاء الفرصة الكاملة لمحبي الرياضة وأيضا تشجيع ودعم المهتمين بهذا النوع من الرياضات. إسراء شكري، قناة WTV طرابلس. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في رعاية الله.